والله نظام لما شاف انه الشعب السوري مصمم على الثورة وبده حرية وكرامة وشاف حاله ما خرج انه يقابل الثوار، لانه الثوار على حق والثورة على حق ان شاء الله، ثورة كرامة وحرية. طلعنا المساجين وجونا ذولا داعش او النصرة باسم الدين، والله يعني اثرهم شوي لانه الثوار امنوا لهم انه هذول جايين يناصرونهم. سبب تاثير داعش على الثوره السوريه، الثوره المباركه، الثوره الفقيره، ثوره الياثمين التي تركها جميع العالم. تاثيرها كان قويا عند الناس، يعني صار عندهم خوف رعب من الشيء مما يحصل بما يفعلونه من المجازر التي كان لازم ومن المفروض أن يكونوا مع الشعب ليس ضد الشعب. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم ويردهم إلى رشدهم وصوابهم. في عام 2013 باتت ثورتنا مسيطرة على أكثر من 70% من مساحة سوريا، وكاد نظام الأسد أن يفقد شرعيته، فما كان منه إلا أن قام باختراع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، ومنها جبهة النصرة والتي ولدت منها داعش، والتي كانت خنجر في خاصرة ثورتنا، وقامت بقتال الثوار وملاحقتهم وكفرتهم ووصفتهم بالتكفيريين والملحدين.